تواصلت الدورة 24 من منافسات القسم الوطني الثاني لكرة القدم، وتواصل معها زحف فريق اتحاد الجمهورية خميسات والذي حافظ على الريادة ب 44 نقطة عقب فوزه العريض على ضيفه شباب المسيرة بأربعة أهداف لهدف. وبعدما كان الفريق الزموري متأخرا بهدف، حول تخلفه إلى فوز ثمين برباعية على شباب المسيرة. فريق اتحاد الجمهورية خميسات يبدو أنه عازم هذا الموسم على العودة إلى قسم الأضواء، واستغل فريق اتحاد الجمهورية خميسات تعادل شباب أطلس خنيفرة خارج القواعد أمام اتحاد تمارا. الفريق بين الطرفين نقطتين ليتواصل الصراع من أجل مقعدين ضمن الدوري الاحترافي لكرة القدم. وهنا نتابع أجمل الأهداف، وهو الهدف الرابع لفريق اتحاد الجمهورية للخميسات والذي دك شباك شباب المسيرة. ومن جانبه فوت فريق النادي المكناسي فرصة استقباله بميدانه لفريق الرشاد البرنوسي، واكتفى بتعادل أمام جماهيره العريضة، وهو تعادل سلبي بين الطرفين رغم الفرص التي أتيحت للطرفين وخصوصا للفريق المحلي كما سنتابع من خلال هذا الملخص المقتضب. فريق اتحاد الجمهورية خميسات أضاع عدة محاولات وخان لاعب الفريق الخميسي التركيز للخروج بنتيجة الفوز. هنا كانت أبرز فرصة لفريق الرشاد البرنوسي. النادي المكناسي اتحاد طنجة في الرتبة الثالثة مناصفة ب 36 نقطة، اتحاد تمارا مباشرة في المركز الخامس ب 35 نقطة. هنا حكم اللقاء سيرفض هدفا لفريق النادي المكناسي لكون أحد مهاجمي فريق النادي المكناسي كان في حالة تسلل. الاتحادان الوجدي والملولي في الرتبة الأخيرة ب 21 نقطة. ونبقى مع النتائج الكاملة عقب هذه